عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة جهود تطوير شركة مصر للطيران، وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره والنهوض به بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي ويعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا تجعل هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني إبريل يونيو لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 1.1% عن الربع السابق. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 398,887 خدمة من خلال حملة 100 يوم صحة أمس الاثنين الموافق 21 من أغسطس في جميع محافظات الجمهورية. كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي لعام 2023 بلغ 2588 محلاً حتى الآن، منها 2497 قطاعاً خاصاً و67 محلاً للقطاع العام و15 محل استثماري.